محاضرة اليوم بعنوان جديد وهو السكر الصديق اللدود. من منا ليس له صديق؟ ومن منا يستطيع أن يعيش بدون أصدقاء؟ لكن صفات الأصدقاء دايما أصدقاء أوفياء، لكن صفة هذا الصديق أن يكون صديقا لدودا، عدوا لدودا لصديقه، وهو مرض السكر أو كما نقول داء السكري. فما هو داء السكري؟ وما هي أعراض هذا المرض وأسبابه؟ وكيف الوقاية منه وطرق العلاج منه بالعلاج الصيدلي أو بالعلاجات الطبيعية؟ أول حاجة لازم نعرف هذا الصديق مكوناته. فمكونات هذا الصديق هو سكر الجلوكوز. سكر الجلوكوز هو أبسط أنواع السكريات، وتستخدمه خلايا الجسم كمصدر للطاقة. يبقى لازم كل خلايا جسم الإنسان تتغذى بالجلوكوز. طب لو ما تغذتش بالجلوكوز يفقد الإنسان هنا الطاقة الحيوية لجسمه، وتفقد الخلايا مصدر الطاقة لها الذي يكمن في شيء داخل الخلية اسمه الميتوكوندريا، التي تأخذ الجلوكوز وتحوله إلى طاقة لكي تستطيع أن تقوم بجميع أعمالها الحيوية داخل الجسم. طيب تعريف بقى داء السكري، تعريف هذا الصديق: هو صديق مزمن يؤثر في طريقة استقبال خلايا الجسم للجلوكوز أو كمية الأنسولين اللي بيفرزها البنكرياس، وبالتالي يؤدي إلى حدوث ارتفاع أو انخفاض غير طبيعي في مستوى السكر بالدم. يبقى هو صديق مزمن، داء مزمن بيأثر في إيه؟ في طريقة استقبال خلايا الجسم، اللي احنا قلنا لازم تاخد الجلوكوز ده عشان تقدر تديني طاقة. الخلايا دي بتتأثر في عملية الاستقبال، استقبالها ساعات بيكون منخفض، استقبالها ساعات بيكون زيادة للجلوكوز أو لكمية الإيه؟ الأنسولين اللي بيفرزها البنكرياس. يبقى لازم البنكرياس يديني إيه؟ أنسولين. ليه الأنسولين؟ لأن الأنسولين ده هو المادة اللي بيدوب فيها الجلوكوز وبيقدر بعد كده يتوزع لجميع الخلايا. طب لو حصل هنا إن ارتفاع أو انخفاض في الكميات بتاعته بشكل غير طبيعي، فبيؤدي الى خلل في مستوى السكر داخل الدم. ادي الصديق اللدود ذو حدين عند انخفاضه وعند ارتفاعه. لكن ما قبل حدوث تعريفي ومعرفتي بهذا الصديق؟ قبل ما يجيلي هذا الصديق اللدود ويتصاحب عليا ويعيش معايا ويتفاهم معايا وأتفاهم معايا، قبل ما يغدر بيا كده ويجي ويقعد عندي في خلايا جسمي، كان إيه اللي بيحصل؟ هي الحالة اللي بتصيب الأشخاص قبل إصابتهم بداء السكري من نوع التاني على الأخص، بحيث يكون مستوى السكر بالدم أعلى من الطبيعي. أو الصديق هنا بيكون أعلى من الطبيعي، لكن ليس عاليا بما فيه الكفاية لتشخيص الإصابة بداء السكري. فما بنقدرش نقول إن احنا ممكن نصاب بداء السكري، هو مرتفع شوية لكن ما بنعتبرهاش تشخيص إصابة بهذا الصديق اللدود. ويساعد اكتشاف هذا الصديق وعلاجه المبكر على استعادة مستوى السكر بشكل طبيعي ومنع الإصابة بداء السكر اللي هو بيكون من النوع التاني اللي بيصيب الإنسان بعد مرحلة الشباب. لكن ما هي أعراض وجود هذا الصديق اللدود؟ أول ما الصديق ده بيوصل عندي في الدم ويرتفع ويقعد ويتربع على العرش، يبدأ الإنسان يشعر بإيه؟ بالعطش بشكل كبير جدا وشديد جدا، لأنه بيمتص كمية كبيرة جدا من الأكسجين في الدم، وبالتالي يبدأ الإنسان يحس بعملية العطش.
عايز يرتوي بماء بأي شكل. طيب الشعور بالتعب والدوار بشكل مستمر، لأن هنا الخلايا بتفقد الطاقة اللي بتديها للجسم، وبالتالي الإنسان يشعر دايما بعمليات التعب والإرهاق والدوار الدوخة. الشهية المفتوحة، لأنه هو بيحرق، هذا الصديق اللدود عمال يحرق فيه كمية كبيرة جدا من الطاقة اللي عندي وبيفقدها لي، بيحرق لي كمية كبيرة من البروتين، كمية كبيرة جدا من الفيتامينز، وبالتالي جسمي دايما في حالة من الشهية المفتوحة، حاسس دايما بعملية جوع. كمان الشعور بالقلق والتوتر، لأن ما بيغذيش خلايا المخ بشكل كافي بالأكسجين، وبالتالي دايما أحس بتوتر وقلق في جسمي. بطء كبير في التئام الجروح، لأن هنا بيعمل لي عملية سيولة للدم، بدل ما الدم عندنا بيكون القوام بتاعه لزج شوية زي عسل النحل، بيكون القوام بتاعه ليكويد أوي زيادة زي الماء، وبالتالي بيصعب عملية الالتئام وبتقل عملية الأجسام المضادة داخل الجسم. هذا هو الصديق اللدود، صديقي اللي أنا ما أقدرش أستغنى عنه وهو ما يقدرش يستغنى عني، وخلاص بقى جوه جسمي ما أقدرش إن أنا أتنازل عنه ولا هو يتنازل عني، وبالتالي بيكون صديق لدود جدا ضدي باستمرار لكن معي. لكن محدش سأل كده نفسه ليه هذا الصديق اللدود بيأتي؟ ايه أسباب وجوده عندي؟ جاي يعمل عندي ايه؟ ايه اللي جابه عندي؟ اللي جابه عندي حاجات كتيرة جدا. أول حاجة جابته هي العوامل الوراثية، وذلك بإصابة أحد أفراد الأسرة بمرض السكري، سواء الأب أو الأم، وأحيانا من الجد أو الجدة. طيب تاني حاجة ممكن تكون من عندي أنا، وهي السمنة المفرطة وتراكم الدهون في جسم الإنسان، من أهم أسباب الإصابة بهذا الصديق اللدود، حيث أنها يسبب تغيرات وظيفة خلايا الجسم بتاعت الإنسان. طيب تالت حاجة ومهمة جدا، ويريد بنركز دايما عليها في كل محاضراتنا يا جماعة، عدم ممارسة التمارين الرياضية، لأن دي بتعمل عملية طاقة وباور للجسم، فبتخلي الجسم دايما ينشط بشكل كويس جدا وبتساعده، لأنها بتعمل على تعزيز صحة الجسم، حمايته من الأمراض، وضبط مستوى السكر في الجسم، ومحاربة دايما السمنة. طيب ايه تاني عندنا؟ الافراط في تناول الاطعمة التي بتحتوي على نسبة عالية من الدهون الضارة، وخصوصا الوجبات السريعة التيكاوي اللي انتشرت بشكل غير عادي في ربوع الدول الاسلامية والعربية، بل دول العالم اجمع. طيب الحاجة الاخطر من كل ده بقى، تليف البنكرياس يسبب مشاكل صحية عديدة ومنها مرض السكري. ليه؟ لأن البنكرياس لما بيتلف عندي هنا بيحدث انه ايه؟ بيفقد انتاجه لمادة الانسولين اللي هي اصلا بتذيب السكر، وتبدأ تاخده وتحلله وتفككه وتوزعه للجسم كله، فبالتالي السكر هنا ما بيلاقيش حد يتخفف بيه وبيقعد معاه، بيبقى منفرد لوحده، بيقدر يعمل كل اللي هو عايزه بدون ضبط ولا ربط. واخيرا الضغط النفسي والعصبي بيزيد من فرط الإصابة بمرض السكر اللدود لدى الإنسان. لكن في طريقة للوقاية من هذا الصديق اللدود مع تواجده معنا، لكن أنا ممكن أقي نفسي رغم وجوده، لكن ممكن أقي نفسي تماما من عدوانه المستمر على خلايا جسمي، بخمس نقاط مهمة جدا مفروض ان انا افعلها. اول حاجة ممارسة التمارين الرياضية لتنشيط الدورة الدموية، طول ما عندي الدم في حالة من النشاط بيوقف لي نشاط هذا الصديق اللدود. اتنين، تناول الغذاء الصحي الغني بالخضار والفاكهة باستمرار،
وثلاثة التقليل من تناول السكريات والحلويات، لأن هي المصدر الرئيسي اللي بيتغذى بيه هذا الصديق والعدو اللدود. كمان الإكثار من شرب الماء بكميات معقولة يوميا، واحنا دايما في محاضراتنا بنقول المعادلة اللي الجسم بيحتاجها، ان احنا في معادلة بسيطة رياضية بنعملها، بنشوف وزن جسم الانسان قد ايه ونضربه في 30 على ديفايدت 1000. يعني انا مثلا وزني 70 كيلو، اضربه في 30 واقسم على 1000 يطلع لي 2 اكوال 2.10 او 2.1، يعني 2.10 ملي. يعني تقريبا انا عندي بحتاج 2 لتر وواحد من عشرة. طب الاتنين لتر واحد من عشرة يعني تقريبا كم كوباية؟ اللتر 4 كوبايات شرب كبار اللي هو زي العصير كده، وبالتالي يبقى انا محتاج الاتنين لتر دول، يعني محتاج 8 كوبايات في اليوم من الماء. طيب واحد تاني وزنه 100 كيلو، يبقى اقول 100 في 3 على 1000 يطلع لي 3 لتر، يعني هيبقى محتاج كام كوباية في اليوم؟ يعني محتاج حوالي 9 كوبايات من الماء يوميا. الانسان الطبيعي بينام 8 ساعات وبيستيقظ 16 ساعة، يبقى كده ال 24 ساعة. يبقى انا لو محتاج 9 كوبايات على ال 12 ساعة، يعني تقريبا مثلا بمعدل كل ساعة وربع او كل مثلا ساعة وشوية اخد كوباية مية، لان الجسم بيكتفي ب 200 ملي من الماء والباقي بيختزنه. يبقى انا ما امسكش ازازة ماء لتر او 2 لتر اروح شاربها دفعة واحدة، جسمي هياخد ال 200 ملي ويختزن الباقي تحت الجلد. طيب خامسا الابتعاد عن السمنة، لان السمنة دي هي الملعب الذي يسبح فيه ويجري فيه ويلعب فيه مين؟ هذا الصديق اللدود. يبقى الابتعاد عن السمنة ومحاولة دايما تقليل الوزن باتباع نظام غذائي محدد وبتناول دايما التمارين الرياضية، بذلك تتقي شر هذا الصديق وهذا العدو في نفس الوقت. لكن لو أنا ما قدرتش أعمل الوقاية من هذا العدو وهذا الصديق أتصرف إزاي؟ يبقى لازم أعمل عملية علاج طالما أنا فشلت في الوقاية. طب ايه هي طرق العلاج عندي؟ بتنقسم طرق العلاج الى قسمين، علاج داء السكري ينقسم الى قسمين. القسم الاول لازم مراقبة وتسجيل قيم تركيز الجلوكوز اللي هو السكر في الجسم، لازم بقى اعرف مؤشراتي انا واقف فين، النسب بتاعتي عاملة ازاي، انا في انخفاض ولا ارتفاع. وكل الدراسات أثبتت أهمية مراقبة وتسجيل قيم الجلوكوز اللي هو السكر في الدم بشكل يومي والأكثر من مرة، ومدى مساعدتها في علاج هذه الفئات من المرضى بشكل أفضل، وكذلك لملائمة جرعة الأنسولين المناسبة اللي أنا هبدأ أديها للمريض. طالما البنكرياس عندي ما بيديش أنسولين، يبقى أنا هضطر هنا بمساعدة أنسولين خارجي، وده رقم 2 وهو حقن الأنسولين. طيب تستطيع أن تنقسم العلاج تاني بواسطة الأنسولين إلى قسمين تانيين، إيه هما؟ العلاج بواسطة الأنسولين ذو فعالية طويلة الأمد يوميا، وهو عبارة عن حقن يومية بيوفر للجسم كمية الأنسولين الأساسية. طب ثانيا العلاج بواسطة الأنسولين ذو فعالية قصير الأمد، وهو الأنسولين الذي يؤخذ مباشرة بعد تناول الوجبات اليومية. ده دايما عادة بيتم ملائمة كمية الأكل وتركيز الجلوكوز في الدم لكمية الأنسولين قصير الأمد والمتناول بعده. ادي القسمين اللي أنا أقدر أعالج بيهم، ده بشكل أدوية كيميائية أو بنسميها الأدوية الصيدلانية. طيب لازم نعرف يا جماعة برضو حدود هذا الصديق إلى أي مدى وإلى أي مستوى بيقدر يعمل ويقدر يضرني أو يقدر يكون مستكين عندي. يبقى دايما محاولة الحفاظ على مستوى سكر الدم ضمن النطاق المنصوح به أو
المسموح بيه، وعلى المريض دايما متابعة الطبيب بتاعه في حالة انخفاض مستوى الجلوكوز في الدم. عند لو نزل عن 3.8 ملي مول، أي حوالي 70 ملي جرام لكل دي سي لتر، ومعاناته من نقص الجلوكوز الدم بطريقة لا يمكن تفسيرها أكثر من مرة في الأسبوع، يعني ممكن يحصل له هذا الهبوط أو الانخفاض مرة في الأسبوع، لكن يوميا هو في حالة من انخفاض السكر، فدي مرحلة من المراحل الخطر جدا. طيب كذلك في حالة ارتفاع مستوى الجلوكوز أكثر من 8.8 ملي مول، يعني حوالي 160 ملي جرام في الديسيلتر لأكثر برضو من أسبوع، ما ينفعش إن برضو السكر يستمر معايا أكثر من أسبوع في حالة الارتفاع. يبقى في حالة الانخفاض بيكون حوالي 70 ملي جرام لكل ديسيلتر، في حالة الارتفاع بيكون أكثر من الضعف، حوالي 160 ملي جرام ديسيلتر عند الإنسان في حالة الارتفاع. أو إذا كانت نتائج الفحص أعلى من 16.6 ملي مول، يعني حوالي 300 ملي جرام ديسيلتر لمرتين متتاليين، يعني أنا عملت النهاردة مثلا يوم السبت مرتين، طلع في المرتين هو حوالي المعدل 300 ملي جرام ديسيلتر، دي مرحلة من المراحل بتكون الخطرة جدا، ولازم في الحالة دي مباشرة الطبيب يطلب على طول فحص لعينة بول للبحث عن حاجة اسمها الكيوتونات، علشان أعرف أنا واقف فين بالظبط وسبب ارتفاع السكر وهو الصديق اللدود ده داخل جسمي اللي حصل عشان يعمل عملية الارتفاع ده. لازم برضو يا جماعة لازم أخضع دايما لفحص الهيموجلوبين عندي في الدم بيكون عامل ازاي، لأن هيموجلوبين السكري ده لازم أفحصه على الأقل مرتين في السنة عشان أشوف نظام التراكمي بتاع الهيموجلوبين بتاع السكر في الهيموجلوبين عامل ازاي. ده مهم جدا. الخضوع لفحص العين للكشف عن اعتلال شبكية العين، بالإضافة لفحص تحليل البول مرة كل عام أو حسب توصيات الطبيب حسب حالة المريض بالظبط تكون عاملة ازاي. كمان قياس مستوى الكوليسترول ومستويات الدهون الثلاثية، أي تحليل الدهون مرة في السنة على الأقل، والخضوع لفحص الأسنان كل 6 شهور، ده مهم جدا فحص الأسنان، لأن الأسنان بتبين لي مدى تأثر الأنسولين بمادة اسمها اليوريا، وبالتالي ممكن الأسنان يحصل عندي لها إن هي تعوم أو تتفكك من الفكوك الإنسان المريض، وبالتالي ده من الأسباب المباشرة لعملية تساقط الأسنان لمريض داء السكري. شوفوا صديق متعب في كل حاجة، متعب للنظر والعين، متعب للكوليسترول، متعب للدهون الثلاثية، متعب كمان للأسنان. طب متعب كمان ليه؟ ده لازم كمان العناية الجيدة بالبشرة وبالقدمين دايما، لأن بيتأثروا بوجود علامات التهاب في البشرة وبالقدمين واسمرار في الرقبة بشكل جامد. لما بيكون فيه السكر التراكمي بتكون حاجة اسمها مقاومة الأنسولين. لازم كمان أمنع التدخين، لأن التدخين ده هو بيستفيد هذا الصديق اللدود داخل جسمي بمادة النيكوتين اللي موجودة في السجاير أو في التبغ عموما أو في المكيفات اللي أنا باخدها. لكن علشان أسيطر كمان على هذا الصديق اللدود، مفروض إن أنا ما أقدم لهوش وجبات تساعده على البقاء عندي في جسمي. طب مين اللي بيساعده على البقاء عندي في جسمي وبينشطه؟ جميع المشروبات الغازية، البيبسي كولا والسيفن أب والسبرايت، كل الأنواع اللي هي مشروبات بنسميها المشروبات الغازية اللي فيها صودا. كمان مشروبات الطاقة، جميع مشروبات الطاقة بتساعد على بقاء هذا الصديق اللدود في الجسم عندي. كمان عصير الفواكه والفواكه المجففة على الأخص، دي بتبقى ممنوعة تماما إن أنا أتناولها عشان دي بتبقى محلاة بسكريات كمان صناعية بتزيد من نسبة السكر في الدم، ودي ممنوعة، فمفروض إن أنا أخد العصائر اللي هي الفريش وليست العصائر المجففة أو المصنعة.
وزي ما هنمنع شوية مشروبات كده اتكلمنا عنها وعصائر، لازم في نوعيات معينة من الأكلات هنبدأ نتوقف عنها، عدم تقديمها وجبة جاهزة كده لمين؟ لهذا الصديق اللدود. طيب أول حاجة ممنوع الكربوهيدرات. الكربوهيدرات مصدر مهم للطاقة، لكن يجب على مريض السكر الحذر عند اختيار الكربوهيدرات التي يجب تناولها على مدار اليوم والتأكد من تناول النوع الصحيح منها. طيب الكربوهيدرات تؤثر بشكل مباشر على مستوى الجلوكوز في الدم أكثر من العناصر الغذائية الأخرى. عند ارتفاع نسبة الكربوهيدرات في الدم بيؤدي ذلك إلى إيه؟ إلى حالات صحية خطيرة زي أمراض القلب وأمراض الكلى. طيب من الكربوهيدرات اللي يجب إن المريض السكر اللي عنده الصديق هذا يتجنبها تماما كل الكربوهيدرات المصنعة اللي بتحتوي على القليل من العناصر الغذائية زي المخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض، الحلويات المضافة إليها، السكر الصناعي، الحبوب البيضاء زي الرز الأبيض، كل ده لازم يتوقف مباشرة. طيب ثانيا البروتين، لأن البروتين بيساعد الجسم دايما على بناء الأنسجة والحفاظ عليها، لكن لما بيتقدم للمريض بتاع السكر بيحدث ان بيقوم الجسم بتكسير البروتين وتحويل البروتين الى سكر. طيب اللي بيحصل تاني، بيؤدي هذه الأطعمة البروتينية غير الصحية الى زيادة الوزن وارتفاع مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم، بيعمل عدم تحكم هنا في مستويات السكر في الدم، وبالتالي يجد هذا الصديق مرعى طبيعي لإقامته. طيب من الأكلات الممنوعة لمرض السكري بقى والأطعمة البروتينية اللي بيجب أن يتجنبها تماما، اللحوم اللي بتحتوي على نسبة دهون عالية زي لحوم البقر والضاني الأغنام، الأسماك المقلية الكثيرة، الدجاج بالجلد بتاعه، ممنوع أن أتناول دجاج أو أي طيور بالجلد بتاعها. ده بالنسبة للبروتين. طيب ثالثا ايه تاني من الممنوعات؟ الالبان ومنتجات الالبان. تعالوا نشوف الانسان يعني جسمه محتاجها عشان دي فيها الكالسيوم وفيها بروتين وفيها فيتامين، لكن تعالوا نشوف خطورتها لما بيكون هذا الصديق اللدود العدو اللدود ده موجود عندي. الالبان بتحتوي منتجات الالبان كلها على الكالسيوم والبروتين والفيتامينات، لكن بعض الالبان بتحتوي على ايه؟ على دهون مشبعة بتكون كاملة الدسم، فبالتالي مريض السكري يأخذ الألبان مالها نصف دسم أو الخالية تماما من الدسم، ما يكونش فيها يعني بروتين. طيب لأن وجود كاملة الدسم بترفع مستويات الكوليسترول وبتزيد من مقاومة الأنسولين له، الأنسولين ما يقدرش هنا يقاومه بشكل جامد جدا. بتشمل منتجات الألبان اللي مفروض نتجنبها الحليب الصافي، الزبادي كامل الدسم والمحلى اللي هو المسكر ده طبعا ممنوع، المنتجات اللي بتحتوي على الحليب مع السكر المضاف دي كمان بتكون ممنوعة. دي بالنسبة لمنتجات الألبان. رابع حاجة عندي الدهون والزيوت. طيب الدهون والزيوت بتوفر الأحماض الدهنية الأساسية زي أوميجا 3، لأنها بتكون جزء مهم من النظام الغذائي الصحي والمتوازن، لكن بتعد الدهون المشبعة والزيوت المهدرجة جزئيا والأطعمة المقلية من الأكلات الممنوعة لوجود هذا الصديق والعدو اللدود، لأنها بتزيد من نسبة السكر في الدم، لأنها بتستغرق وقت أطول للهضم، وبالتالي بتحافظ على ارتفاع نسبة السكر في الدم، بتحافظ على وجوده باستمرار، هذا الصديق بتحافظ على وجوده لما بتناولها على فترة طويلة جدا، وتؤدي للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. طيب تشمل الدهون التي يجب تجنبها ما يلي: الزبدة، الزيوت معينة زي زيت النخيل وزيت البطاطس، المقلية ممنوعة طبعا،
بزيوت الأطعمة السريعة والوجبات الجاهزة اللي هي تيك أواي اللي موجودة في كل محلات الأطعمة. ده بالنسبة للدهون والزيوت. وأخيرا من الأكلات الممنوعة تماما السكر نفسه. تعد الأطعمة السكرية من الأكلات الممنوعة لمرضى السكري، لأنها بتحتوي على كربوهيدرات منخفض والقليل من القيم الغذائية، مما تسبب ارتفاع حاد جدا في نسبة الجلوكوز في الدم، وده بيزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب. طيب، برضو بتشمل الأطعمة التي غالبا ما تحتوي على نسبة عالية من السكر زي الكحك، البسكويت، المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، عصير الفواكه المصنعة، الفواكه الجافة، المحليات الصناعية اللي بتزيد من نسبة السكر دايما في الدم. ولكن العسل بنقول من الممنوعات، لكن العسل لا يؤخذ على معدة خاوية. العسل فيه شفاء للناس، ولم يذكر رب العزة عدا مريض السكر، لا، لكن العسل فيه شفاء للناس، لكن لمريض السكر لا يؤخذ على معدة خاوية أبدا. لكن هناك أكلات مسموح بها لمريض الصديق اللدود وهو السكر. هنذكر بعضها، نقول مثلا المشروبات غير مضاف إليها محليات السكر الصناعي، للمشروبات الفريش الطبيعية بتاعت الفاكهة. طيب، تاني حاجة الفاكهة الطازجة أو المجمدة، الطازجة المجمدة كمان. طيب كمان الألبان قليلة الدسم أو منزوعة الدسم اللي هي خالية من الدسم. رابع حاجة البروتينات الخالية من الدهون والتي بتحتوي على العناصر الغذائية زي العدس والفاصوليا وسمك السلمون، حتى بعض اللحوم، وخاصة اللحوم اللي الحمراء اللي ما فيهاش نسبة من الدهون. طيب، برضو الكربوهيدرات الصحية اللي بتوفر الطاقة والألياف اللي ما اقدرش استغنى عنها، وبتحافظ لي على نسبة السكر في الدم زي الحبوب الكاملة ودقيق الشوفان والأرز البني أو الرز البسمتي وليس الرز الأبيض. لكن في حاجة مهمة بقى، أو أنا همنع نفسي من الأكلات عشان هذا الصديق ما يأكلش معايا؟ طبعا أكيد، لأن أنا مش هكبره وأعلمه وأخليه يقتلني في الآخر، هذا الصديق اللدود اللي سكن جواه جسمي في الدم، ما سكنش في أي حتة، ده في الدم. طيب، مفروض مريض السكر بقى اللي عنده هذا الصديق يفطر إيه، يتغدى إيه، يتعشى إيه؟ احنا قلنا ممنوع ايه وايه من الاكلات ومفروض ياكل ايه مسموح، لكن احنا هنقول كده يوم مع هذا المريض وعلاقته بهذا الصديق. طب ياكل ايه بحيث هذا الصديق لا يقاسمه هذا الاكل بتاعه؟ فنلاقي مثلا ياخد في الفطار ياكل خضروات طازجة زي مثلا الجرجير والفجل والبقدونس والخس والكابوتشي. طيب، مع طبق الفول الجميل بتاعنا بزيت زيتون، مع رغيف من خبز الحبة الكاملة اللي ممكن يكون القمح، مع كوب كمان من الحليب قليل الدسم أو خالي الدسم. دي كده وجبة جميلة جدا، ويقعد عليها فترة طويلة وهضمها بيبقى سهل قوي، وبتعمل له تنشيط للدورة الدموية. لكن هذا الصديق العدو اللدود ما بيستفدش من الوجبة اللي أنا باكلها له دي، ينتظر إن هو ياكلها أو يشوفها أو يطول منها حاجة، ما يقدرش. طب ياخد في الغداء إيه؟ طبق لازم من السلطة، دي مهمة جدا جدا جدا. الصديق اللدود ده ما بياكلش مكونات السلطة، جسمي بس اللي بستفيد بيها. طيب، مع إيه تاني؟ مع صدر الفرخة اللي هو يكون مشوي أو مسلوق بدون جلد، كويس، أو قطعة لحمة حمراء بدون دهون، مع خضار مناسب، أي خضار هو عايزه بيحبه مسموح به. طيب، العشاء ياخد كوب زبادي قليل الدسم مع أي فاكهة من الفاكهات اللي عنده. دايما حمض اللاكتيك اللي موجود عندي في الزبادي، وكمان
الأحماض اللي موجودة عندي مع الزبادي مع أي فاكهة هو لا يستطيع الاقتراب إليها نهائي نهائي نهائي. هذا الصديق والعدو اللدود لي ما يقدرش يقترب من لا الزبادي ولا الفاكهة في هذه الحالة. وبالتالي أنت كده واخد وجبة غذائية مثالية لمريض السكر اللي عنده مين؟ اللي عنده هذا الصديق اللدود. طيب في حد في القاعة هو بيسألني قاعد في الآخر على الشمال اهو بيقول لي هو البيض فطور صحي لمريض السكر؟ جميل السؤال. البيض بيعتبر البيض المسلوق من أفضل الأطعمة الصحية للفطور بالذات لعملية الفطار والفطور بالنسبة لمريض السكر. إذا كنت ترغب طبعا في إن هو تاخده مقلي فمفروض إن أنت تستخدمه بقلي زيت الزيتون. الحاجة التانية الزبادي لأن بيحتوي على كمية بروتين أكثر وكربوهيدرات أقل مقارنة مع أنواع الزبادي طبعا الأخرى، فعشان كده تختار نوع من أنواع الزبادي الغير محلية، الزبادي الطبيعية الغير محلية، وضيف لها أنت الفاكهة اللي أنت عايز تحطها. ده هيكون من الحاجات المحببة جدا والمفضلة جدا لمريض السكر. أيوة كمان سؤال هوت، ما هو العشاء المفضل لمريض السكر؟ من الأخت اللي قاعدة على عند الشباك على اليمين هات في القاعة، بنقول لها يا ست الكل الحبوب الكاملة زي الرز البني اللي هو البسمتي أو أنواع الرز البني مش الرز الأبيض، الشوفان ودقيق الشوفان وخبز الشوفان، البقوليات زي العدس والحمص، دي الحاجات ما بترفعش السكر وممكن أتناولها عند وجبة العشاء. دي مهمة جدا إن أنا أخدها بشكل كويس جدا، دي ما بترفعليش السكر أبدا. وطبعا سؤال كمان اهوت من دكتور عادل ابو خضرة، جزاك الله كل خير، واضح ان هو يعني بيشرب قهوة كتير فعشان كده بيسأل طب هي القهوة مفيدة لمرضى السكري؟ اقول له طبعا القهوة مفيدة جدا لمريض السكري، وخاصة السكر من نوع تاني، لان القهوة غنية بمعادن خاصة المغنيسيوم والكروم وهم من المعادن التي تحمي من الاصابة بالسكري وخاصة النوع الثاني. طيب اخبار الصديق اللدود ده ايه في الصيام؟ بيعمل ايه؟ ده انا بصوم كده 14 ساعة واحيانا 16 ساعة في بعض التوقيتات الصيفية، طب طول النهار مفيش اكل ولا شرب مية ولا الكلام ده كله، فعندي حاجات بترفع مستوى السكر اثناء انخفاضه في الدم اثناء عملية الصيام. يعني في عندي حاجات لرفع مستوى السكر لو حصل عنده انخفاض لازم ارفعه والا انا كده هيحصل عندي اغماء. لازم ارفع السكر في الدم اثناء عمليه الصيام. صديق اللدود ده عارف ان انت صايم فيقعد بقى يتدلع كده ويجري من مكان لمكان وما يتحركش كتير وبتاع لحد ما يعمل انخفاض وسكون عشان يحصل لك عمليه اغماء وحضرتك تفطر ويضيع عليك الصيام. مش بقول لك هو صديق لدود، ده صديق وعدو لك. فعندي حاجات بسيطة ترفع بيها عملية السكر ديت عشان يديني أنسولين كده مساعد أثناء فترة الصيام. طب إيه هي؟ أنا لو شربت حوالي من 150 ل 200 ملي من عصير البرتقال يرفع لي دايما السكر وحافظ عليه، أو تناول 5 أقراص من الجلوكوز من السكر يرفع لي برضو مستوى السكر في الدم، او ان انا اخد 5 قطع من اي حلوى مسكرة، او ان انا اتناول كوب من الحليب، او اخد حبة من فاكهة مجففة، او اتناول قطعتين من البسكويت السادة، او شريحتين من الخبز التوست، يروح رافعين لي السكر ومظبطينه لحد ما ايه المغرب يأذن وافطر وابدا اخد الوجبات بتاعتي وابدا اخد علاجي. فدي من الحاجات المهمة جدا اللي لازم أكون حريص عليها أثناء فترة الصيام، وإلا سوف أصاب بعملية إغماء مستمر وبنسميها في الحالة دي غيبوبة كبد أو بنسميها غيبوبة السكر. عندنا كمان حاجة مهمة جدا، الطماطم اللي هي القوطة اللي هي البندورة دي تحتوي على
كربوهيدرات قليلة جدا منخفضة جدا، علشان كده لما بنشربها أو بناكلها بتساعدك على ضبط مستوى السكر في الدم لو تناولناها يوميا. كمان بيتم تضمين البندورة دي في معظم الأنظمة الغذائية لمريض السكر، لها دايما بنكتبها ودايما بنكون حريصين ونوصي عليها تكون في الأطعمة وخاصة في السلطات وخاصة لمريض السكري من نوع تاني، علشان كده بيستهلكوا أغذية غنية بالألياف لمريض السكر عشان مستوياته أقل من الجلوكوز في الدم. أيضا من الأطعمة المهمة جدا لمريض السكر التي لا يتناولها هذا الصديق اللدود الأسماك الدهنية على فكرة، بس بدون جلد، الفاصوليا سواء الفاصوليا الجافة أو الفاصوليا الخضراء، الجوز اللي هو عين الجمل، كل الحمضيات، التوت، البطاطا الحلوة، الخبز، الحبوب الكاملة اتكلمنا عنها، الخضروات الورقية والخضراء. لكن في حد كده كان بيسألني قبل المحاضرة عن حاجة، واللي هو البيدنجان أو الاسم بتاعه البيدنجان بيرفع مستوى السكر في الدم، واللي البيدنجان لديه ميزة هامة جدا خلي بالكم، تتمثل في المساعدة على ضبط مستوى السكر في الدم، حيث أنه بيحتوي من الألياف العالية جدا اللي بتسهم في الحفاظ على مستوى الجلوكوز دايما تحت السيطرة. الألياف ذاتها تعتبر عنصر مهم في رحلة إنقاص الوزن الناجحة للسمنة، يمكن أن يساعد تناولها على الحفاظ على الشعور بالشبع لفترة طويلة، وكمان لاحتوائها على الحديد، ودي مهمة جدا لأن الحديد هيدي باور وطاقة، فهيحافظ على الجسم من عملية حرق الأنسولين وحرق السكر داخل الخلايا بتاعة الجسم. دكتور عبد الله بيسألني سؤال حلو وجميل، واضح انه بيحب السهر كتير دكتور عبد الله، فبيقول لي هو قلة النوم تسبب ارتفاع السكر؟ طيب يعني قلة النوم بيرفع مستويات السكر طبعا، ويسبب ايضا ان صعوبة الحصول على نوم كافي يسبب تكرار التعويض عبر تناول الطعام، وينشئ هنا حلقة مفرغة تماما من زيادة احتمال الإصابة بالسمنة، بيزيد أيضا من احتمال الإصابة خاصة بسكر النوع الثاني من السكري، فبالتالي قلة النوم بتساعد على ارتفاع مستوى السكر في الدم أو الإصابة بالسكر من النوع الثاني، عشان كده دايما بننصح بأخذ كمية كافية من النوم لمريض السكر أو حتى للي ممرضش بهذا الصديق، وبالتالي علشان نقي نفسنا من عملية الصديق إن هو يزورنا كده ويجيلنا، فلازم كمان إن احنا ننام نوم كويس. الحاجة التانية برضو دكتورة عبير بتسأل سؤال مهم جدا، هي بتقولي هو الزعل بيرفع السكر التراكمي؟ سؤال مهم قوي. طب يمكن أن يؤدي الإجهاد العاطفي زي الحزن والاكتئاب والعصبية وضغوط العمل والغضب وغيرها من ضغوط العمل إلى زيادة خطر الإصابة بداء السكري من نوع ثاني. بيساهم الغضب أو الزعل في الإصابة بالإرهاق، لأن يعني عاطفة طبيعية بترفع الشعور، بتجري الدم في الجسم بشكل جامد جدا، ممكن تضرب خلايا البنكرياس والكبد في الحالة دي، فالكبد ما يحولش الجلوكوز إلى جلوكوجين أو يخرج الجلوكوجين في صورة جلوكوز تاني، وبالتالي يضرب كمان الأنسولين اللي موجود في البنكرياس ويعطلهولي، وبكده حالة فقدان السيطرة عليه يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية صحية واجتماعية في نفس الحال، فالزعل فعلا بيرفع السكر التراكمي. عندنا كمان يا جماعة التوت، التوت من الفواكه أو من النباتات اللي دايما بتحسن الصحة، لأن مستوياتها في الجلوكوز والأنسولين عالية جدا، وتفرز أنسولين طبيعي داخل الدم، وخاصة عند الرجال المصابين بداء السكري من النوع الثاني، وده طبعا دراسة اتعملت كبيرة جدا في التغذية على هذا الأمر. لكن البعض كمان بيتكلم عن الطحينة، يجب على مريض السكري تناول الطحينة السائلة، الطحينة لأن فيها
السمسم المطحون مع كمان الاستاتيك اسيد اللي هو الخل، بيبقى دي الطحينة. فبالتالي الطحينة بتساعد بشكل كبير جدا في عملية اعتدال السكر، لأنها بتحتوي على سعرات حرارية عالية قوي. يجب مراقبة مستويات السكر في الدم بعناية بعد تناول طبعا الطحينة بالذات. ويجب برضو الحرص على اختيار الطحينة السائلة التي لا تحتوي على السكر أو الدهون المضافة للطحينة زي السمسم، ويكتفي بالسمسم بس، لأنه له قيمة غذائية عالية جدا ومفيد في عملية خفض الجلوكوز أو خفض السكر داخل الدم. طبعا النوم بعد تناول الأكل مباشرة له أضرار كثيرة جدا. أولا عملية السمنة والبدانة بتتم نتيجة امتلاء المعدة والنوم مباشرة وعدم الحركة بعدها. كمان حاجة تانية، النوم بعد الأكل مباشرة بيرفع فعلا السكر، تناول الطعام ليلا قبل أقل من ساعتين من النوم. وبعض الأبحاث أثبتوا إن بعد الساعة 7 مساء، وربطوا في ذلك عدد من الأبحاث بزيادة مستوى الجلوكوز والأنسولين، وهو ما يرفع خطر الإصابة بمرض السكري في هذه الحالة. برضو كذلك ارتفاع الدهون في الدم، ارتفاع ضغط الدم خلال النوم يعمل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وزيادة الارتجاع المريئي. لذلك مفروض نخلي وجبات الأكل بتاعتنا قبل النوم بحوالي ساعتين، أو إن احنا لو احنا ننام على الساعة مثلا 10 أو 11 نتوقف عن أي تناول للأطعمة ابتداء من الساعة 7. لازم موضوع الأكل يكون له انضباط عندنا، سواء كنت مريض بهذا العدو اللدود والصديق اللدود، أو كنت غير مصاب وغير مريض بهذا داء السكري، سواء من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية. مفروض إن احنا بنمشي على نظام معين من أنظمة التغذية المفيدة. الحاجة التانية برضو المهمة أوي يا جماعة، تناول اليانسون وتناول الحلبة وتناول الترمس، سواء الترمس مطحون ويتاخد مع ماء سخن ويتشرب، او ان انا اسف واخده معلقة واشربه، سواء الحلبة برضو تتعمل الغلوة الاولى وتتشرب عشان مادة السيليمارين بتاعتها دي منشطة للكبد بشكل كبير جدا. اليانسون برضو مهم قوي، لانه بيسبب تناول اليانسون بكثرة انخفاض مستوى السكر في الدم عند هؤلاء المرضى. لذلك يجب الانتباه الى اعراض انخفاض السكر في الدم عند المريض، فناخد بالنا جدا من تناول اليانسون بشكل كويس قوي، ونكتفي بكوب واحد بس خلال اليوم كله في تناول اليانسون. واخيرا بنقول، ما الوقت المناسب لقياس السكر؟ بيتم في هذا التحليل قياس السكر في الدم بعد ايه؟ بعد الامتناع عن الاكل، ان انا اصوم لمدة 8 ساعات، وغالبا بيكون في الصباح قبل تناول وجبة الافطار، او ان انا اعمل اختبار تحمل الجلوكوز، وبيتم في هذا التحليل قياس السكر في الدم قبل وبعد 2 ساعة من شرب اي محلول سكري، حتى لو هو معلقة عسل في كوب ماء وبتشرب. اشوف السكر قبليها ب2 ساعة كان عامل ازاي، وبعديها ب2 ساعة كان عامل ازاي، او امتنع عن الطعام لمدة 8 ساعات صيام بالكامل، وبعدين اشوف نسبة السكر. وهنا يتبين القياس الحقيقي للسكر، وليس القياس العشوائي او اللحظي اللي احنا بنعمله للاطمئنان اذا كان السكر عندي مرتفع او منخفض. الى هنا نأتي الى نهاية محاضرة اليوم من الصديق اللدود وهو السكر. كان معكم دكتور محمد عباس من جمهورية مصر العربية. الى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.